بس احمد اه كابتن احمد، تبعت المشوار الاهلي اصلا بصفه عامه ازاي، وفي النهايه يعني تتويجه بقى؟ طبعا الاهلي مش محتاج حد نتكلم عليه، يعني مش محتاج حد يوصف الانجاز اللي هو عمله. انجاز عالمي طبعا، افريقيا بعد كده واخد ثالث عالم، وعمل الماتشات يعني قدم مستوى جامد، ورى للناس افريقيا مصر عامله ازاي وكره مصر عامله ازاي، يعني ورى العالم كله مستوى مصر هيبقى عامل ازاي الفتره الجايه.